أنت امرأة مختلفة، ولدتي مناضلة ومكافحة، كوني دائماً مصدراً للقوة والعطاء. كل حدا فينا ما كان ممكن ينجح ويحقق أحلامه بدون امرأة تسانده وتوقف جنبه. ما تخلي حدا يحد من إمكانياتك، وكوني دائماً أنت. في يوم المرأة العالمي بحب أسلط الضوء على أهمية دعم المرأة الفلسطينية في زمن الكورونا. المرأة هي الشريك في مسيرة التنمية ونموذج للعطاء والتمييز. كل عام والمرأة الفلسطينية أكثر استقلال وأكثر إيمان بحقوقها. كل عام والمرأة الفلسطينية قادرة أنها تزيل كل القيود اللي بتعيق تقدمها. كل عام وأنتم بخير. المرأة هي الشريك الدائم في مسيرة البلاد.